بالنسبة لي تنعتبر بأنه طبعا بحال كاع المغاربة تقلقنا حزننا، ولكن تنعتبر بأنه الفريق الوطني بكل مكوناته بلاعبيه بمدربيه بالمشجعين اللي كانوا داروا عمل كبير وجيد جدا، وما يمكن ليناش ندفنوا الإنجازات اللي قام بها الفريق، وما يمكن ليناش ندفنوا المسار كبير ديال بناء هذا الفريق الوطني، وما يمكن ليناش ندفنوا مسار استعادة الثقة في الكرة المغربية واستعادة الثقة في الفريق الوطني المغربي. هذوك ولاد مغاربة بجزء كبير منهم يعني اختار يلعب مع بلاده الأم اللي هي المغرب، وجزء كبير منهم فضل على أنه يستمر في البطولة رغم أن الأندية ديالو منعاته أو لا نادت عليه كل شيء. وطنية كبيرة أبانوا عليها، وحنا ما يمكن إلا نكونوا معهم في كل الظروف، حيت هذه كرة القدم الرياضة فيها الغالب وفيها المغلوب، فيها الخسارة وفيها الربح، ولكن حنا ربحنا واحد القيم كبيرة أظهروها لاعبي المغاربة سواء اللي كاينين في البطولة المحلية أو اللي كاينين في البطولات الأجنبية، بتشبتهم ببلادهم ببلادنا براية بلادنا بالمغربية ديالهم بتمغربية ديالهم، وبالتالي أنا تنعتبر هذه مباراة مثل عشرات المباريات اللي تلعبوها. خصنا نستعدوا كاملين 2025 ونكونوا على ثقة كبيرة على أنه الكوب اللي غادي يلعبوها في بلادنا ما يمكن إلا أنها تكوب مغربية، وهاد الأولاد كاملين ما يمكن إلا نشكرهم ونشدوا على أيديهم ونقول لهم بزاف ديال الحب وبزاف ديال شكرا شكرا شكرا، وحنا ممتنين لكم على أنكم جعلتم المغرب مرجع في الكرة القدم ومرجع في الوطنية ومرجع في القيم الإنسانية والأسرية اللي تنعيشوها اللي تنفتخروا بها كاملين وتنعيشوها كاملين، ومرجع في الإيجابية. شكرا بزاف بزاف بزاف. أنا بالنسبة لي الصحفي تيقوم بالعمل دياله، الدور دياله هو نقل الخبر، هو التحليل، هو متابعة المباريات، الدور دياله هو اليوم في كور ديفوار يعني يقول يعني يحكيوا لنا على البلد ديال كور ديفوار كيفاش دايره، على الانسان في كور ديفوار، على العلاقات المغربيه وكذا، على المغاربه المتواجدين في كور ديفوار. دورنا دور الصحفي هو العمل، دونك راه الصحفيين تيقوموا بالعمل ديالهم سواء كانوا في المغرب او لا خارج المغرب. طبعا غير هذا العمل خصو يكون في اطار احترام اخلاقيات مهنه الصحافه واحترام ابجديه العمل الصحفي والقواعد ديالو المهنيه الخالصه. بالنسبه لي تنتمنى على انه ما نزلقوش كاملين نحو السلبيه ونحو العدميه في التعامل مع هذه الخساره اللي خسرناها واللي هي عاديه في كره القدم، واننا دائما تشبتوا بالجانب الايجابي اللي بنيناه كاملين مع فريقنا الكبير اللي الفريق الوطني بكل ابنائه سواء المدربين مساعدي المدرب اللي كاينين في الجامعه سواء الناس اللي كاينين في الجامعه الوطنيه الجامعه المغربيه لكره القدم او لاعضاء الفريق الوطني كاملين كل باسمه وبصفته وبمستواه اللي قدمه، حيت هذوك الاولاد ولادنا ما يمكن الا نقولوا لهم شكرا بزاف. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.